بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الحادي عشر لمادة التربية الإسلامية. طلابي، كنا في الأسبوع الماضي حديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وتحديدا عن الحقوق السياسية. اليوم طلابي سيكون لنا حديث عن التعايش الإنساني. نقول طلابي أن الإسلام دين إنساني يساوي بين كافة الناس، ويعاملهم بالعدل والرحمة بصرف النظر عن اختلاف أعراقهم وأديانهم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، نظم العلاقة بين أفراد المجتمع، وكتب وثيقة أقرت الحقوق والواجبات للمواطنين جميعاً رجالاً ونساءً على اختلاف معتقداتهم، وضمنت لهم الأمن على حياتهم وأملاكهم. وفي العام السادس الهجري عقد النبي صلح الحديبية مع المشركي قريش، واتفق فيه على هدنة بين الطرفين مدتها 10 سنين، وقد انشغل النبي والمسلمون فيها بنشر الإسلام. فما هو مقصود التعايش الإنساني؟ نقول هو تقبل الآخرين على اختلاف معتقداتهم وثقافتهم واحترامهم، والتعامل معهم في جوانب الحياة المتعددة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن مبادئ الشريعة ومن مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام، أولاً وحدة الأصل. لذلك قال الله في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا سبب كاف للتعايش بين الناس. أيضا عن الكرامة الإنسانية، وقد أثبت الإسلام كرامة الإنسان والكرامة لجميع البشر. فقال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وعن الحرية أيضا من مبادئ التعايش الإنساني، قال الله: لا إكراه في الدين. وقال الله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لذلك أعلى الإسلام قيمة الحرية، وجعلها حق من حقوق الإنسان في التعايش. أيضا عن الحوار بالحسنى، لذلك قال الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والبر والإحسان، لذلك قال الله عز وجل في موضوع البر والإحسان: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وعن العدالة، وهذا أمر به الإسلام بمعاملة جميع الناس بالعدل حتى لو كانوا أعداء. أيضا عن مجالات التعايش الديني والإنساني، في مجالات التعايش تعايش ديني وتعايش إنساني وتعايش اقتصادي وتعايش اجتماعي وتعايش سياسي. ومن آثار التعايش طلابي إرساء مبادئ الإسلام الإنسانية والأخلاقية، وانتشار السلم في المجتمع، وازدهار الحياة الاقتصادية. هذا طلابي مجمل الحديث عن عنوان درسنا التعايش الإنساني في الإسلام. شاكراً لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بدرس جديد بحول الله عز وجل. شكراً، ودمتم في رعاية الله.